فلاديمير بيتكوفيتش خلال هذه الأيام، ربما يكون قد حدث هذا اللقاء لست أدري، ولكن إن لم يحدث فسيحدث في الأيام القليلة المقبلة من أجل الفصل النهائي في قضية التحاق شرقي وموعد التحاقه بالمنتخب الوطني الجزائري. أمين شرقي إذا كان الأمر مثل ما تقول، لماذا لم يخرج شرقي لوسائل الإعلام ويعلنها صراحة بأنه اختار المنتخب الوطني الجزائري؟ لم يتألق مع المنتخب الأولمبي الفرنسي، كان يمر بظروف صعبة جدا في الفترة الماضية مع ناديه ليون، ومع ذلك لم يخرج لوسائل الإعلام ويعلنها صراحة بأنه اختار اللاعب للمنتخب الجزائري وسيلتحق مستقبلا بالخضر. لأنه يريد أولا غلق ملف مشاكله مع ناديه ليون، بعدها الحصول على مكانة أساسية والتألق من جديد والعودة إلى مستواه، بعدها ربما سيكشف بنفسه قضية انتقاله إلى المنتخب الوطني الجزائري، والتي تبقى إلى غاية الآن بما أنها لم ترسم بعد تبقى واردة ولكنها ليست رسمية، ولكن هناك مساعي وهناك وجهات نظر متفقة بين الطرفين على قدوم اللاعب إلى المنتخب الوطني الجزائري. كان قد أعطى موافقة مبدئية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قبل الألعاب الأولمبية، مشترطا فقط التواجد مع المنتخب الفرنسي في الألعاب الأولمبية، بعدها يمكنها الالتحاق بالمنتخب الوطني. للأسف بعدها ومباشرة بعد نهاية الأولمبياد وبداية الموسم الجديد في الدوري الفرنسي، اللاعب اصطدم بمشاكل كبيرة مع ناديه ليون، لم يلعب كثيرا، تراجع مستواه، لذلك الآن يحاول أن يبزغ نجمه من جديد وأن يحصل على مكانة أساسية مع نادي ليون، بعدها سيأتي إلى المنتخب الوطني الجزائري من الأبواب الواسعة. نعم بصراحة أكساس، هل يمتلك شرقي مكانة أساسية في المنتخب الوطني؟ بماذا سيفيد المنتخب؟ وهل تعتقد بأنه سيعود إلى مستواه؟ لأنه الصراحة يجب أن تقال شرقي هذا الموسم ليس شرقي الموسم الماضي. شوف أولا محمد، باش نقول لك عنده مكان ولا ما عندوش مكان، هذا المدرب هو اللي يقدر يدخل في كملاحظ كمتابع. أنا كملاحظ، أنت تكلمت وسبقت قبل ما نتكلم، أنا قلت باللي ما راهوش في نفس المستوى. أولا ما راهوش يلعب في الفريق الأولمبيك ليون، نعم، ما عدا المباراة الأخيرة دخل كأساسي وسجل هدف، دخل في الأوروبا ليج المقابلة السابقة كان تألق وسجل هدف، وكان صاروا له مشاكل كبار مع الزملاء ديالو باسكو تكلم على الزملاء ديالو، قال لهم لازم تسجلوا الأهداف ولازم كذا، وكان الصحف الفرنسية كلها تهجمت على شرقي. الإحصائية تاوعو محمد حقيقة احنا نظنوا نتكلموها ونقولوها، احنا ماذا بينا لاعب مغترب أولا ما يسناش حتى المنتخب الفرنسي كي ما تكونش عنده مكانة ديالو باش يجي كما نقولوا حنايا كوم ان بلون بي المنتخب، باسكو لا بلي بار يديروا هكذايا، لازم نكونوا صراحة. احنا كلاعب عنده امكانيات محمد، مي الموسم هذايا تكلمت ما راهوش لاعب متالق، وحنايا نظن نقولوا ماشي شي لعب امين، لعب لقاءين سجل هدفين، لعب اخر لقاء في الدوري الفرنسي سجل هدف، لعب بالامس في اليوروبا ليك سجل هدف، يعني المشكل ما كانش في مستوى المتراجع، المشكل انه ما كانش يلعب، عنده على بالي كان عنده مشاكل مع الاداره، مع الاداره على حاله التجديد، سجل هدفين يعني الفعاليه رايحه. الموسم الماضي كيف كانوا عنده مشاكل مع ناديه، كانوا عنده مشاكل جوستوم، هذا هو حنا او كونترير، حنا كي احنا كي نجيبوا لاعب فريق وطني لازم يكون يتالق في الفريق ديالو. اكيد احنا ماشي قال كاين فلان او كاين واحد في تولوز ولا في نونت ولا الجيريان قال يجيبوا، نو لازم يكون يبرز في الفريق تاعو باش يمد اضافه للمنتخب الوطني. شوف انا مش حبيت نقول لك امين، على الاقل اضمن انه يستطيع اللاعب مع المنتخب الوطني الجزائري، جيبوا لعبوا مباراه مع المنتخب، هذا لاعب تكلموا على لاعب اللي عنده 21 سنه فقط، ما نختلفوش بانه موهبه كبيره رايان شرقي، عنده شويه عقليه تاع ليوني، ليونياك على بالك كيفاش دايرين، كيما بنزيما كيما عنده هذيك العقليه تاع الجاليه الجزائريه المغتربه في ليون، معروفين بلي عندهم عقليه شويه واعره نظرا ربما للظروف اللي عاش فيها الطفوله تاعو ولا التعامل تاعو، نحكيو لي عليه الناس تما اللي عايشين في ليون قالوا لي بلي كلاعب مفروغ منها، ولكن كشخصيه شويه صعب الميراث، عنده مزاج متقلب، والجزائري عايش في مدينه ليون، زاد تما تربى تما، ولكن نتكلموا هنا كان جا في عمره 27 سنه 28 سنه، صح انا نقول لك خلاص ما نديرو به، عنده في عمره 21 سنه، لا انا نمد مجرد رايي امين، انا في رايي نجيبه
بعدها نتحدث على إيماجيني يروح من نادي ليون كان قاب قوسين أو أدنى من الذهاب إلى نادي بوروسيا دورتموند. النادي تاعو ما حبش يصرحوا لأنه كان عنده مشاكل معاه. إيماجيني يروح يبدل النادي ويتألق ولا يعاود يولي هاو لعب لقاءين فقط سجل هدفين. إيماجيني يعاود يتألق هذه مليحة له يتألق ومليحة المنتخب تاعنا نسحقوا لاعب لا بينسوا يسحقوه. مين أنت وش راك تتكلم؟ إحنا كنا نتكلم على لاعب كان في الفريق الوطني كيما راك تتكلم دوك على شرقي اللي هو أدمو الناس صحيح موهبة جزائرية مي اسكو استغلينا في المنتخب الوطني بصح أدمو الناس كواحد آخر أدمو الناس راح ضحية تاع ما كانوش يعطوا له فرص كان دائما يكون محرز مليح خلينا نهضروا الشرطة بالأمين محرز في مستواه يلعب محرز بدون مستوى يلعب محرز أساسي فوق العادة والفرصة لا تمنح لأدم الناس لذلك خسرنا لاعبا كان قادرا على إعطاء الكثير من الإضافة للمنتخب الوطني الجزائري لأن المدرب السابق ما كانش يجرب لاعبين عنده تشكيلة. السؤال الذي طرحته على بن شابير إذا كان شرقي يريد اللعب للمنتخب الجزائري لماذا لا يخرج ويعلنها صراحة خاصة أنه تعرض في الفترة الماضية لانتقادات كبيرة من الإعلام الفرنسي حتى أنه كان منزعجا حسب بعض المقربين كان منزعج جدا من هذه الانتقادات. نعم خرجوا إشاعات قال لك بلا محب يلتحق بالمنتخب الوطني صرح قال أنا لا ألعب هذه بيانسور هذه الشخصية قوية على اللاعب خويا ولا راك حاب تلعب في المنتخب الوطني تحضر ديكلاري ولا ماكش حاب تجي تخلينا بلون بي خويا دوك ولا نريحو نمشيو بهذه العقلية أنا بقول مو أنا العقلية هذه ما تمشيش معايا أنا كرأي بالسيف فسامحني محمد دقيقة برك احنا المشكلة ما ناش نتفاوضوا من منطلق قوة المشكلة أننا نتفاوضوا من منطلق ضعف أننا نتفاوضوا من منطلق أننا بطولة لا تنتج لاعبين في مستوى نعم. المنتخب ما عندنا بطولة ما يشتعطينا لاعبين في المنتخب عندنا بطولة لمدافعين ما يشتعطينا مدافعين يخصنا مهاجم ما يشتعطينا مهاجم على هذه لأني أقول لك أمين كنزا ما عندنا بطولة قوية كما كان في وقت بن شيخ التكوين أي فريق تشوفه في الجزائر عنده مواهب ونقدروا نديروا خمسة ولا ستة فرق وطنية وكلها تنافس على الألقاب رانا نتكلموا من منطلق اسمح لي امين اريد ان اشرك بن شيخ في النقاش وساعود اليك بعد قليل بن شيخ لخصت ما حدث لريان شرقي بدايه موسم صعبه قبلها مره جانبا مع المنتخب الفرنسي الاولمبي في الالعاب الاولمبيه الان في ظرف اسبوع عاد بقوه سجل هدفين لماذا لا يخرج ويعلن رغبته في اللعب للجزائر كيف تتوقع مستقبله وهل تعتقد بانه سياتي يا بريميرمون ما حبش يقول بلي نجي نلعب في فريق الوطني الجزائري وهذا في حقه ولكن احنا نعرفوا هذا الشيء وانتم قاعد تعرفوا هذا الشيء يبداو يستناو ربما عندهم ربما احنا وني الدارنير شاري كيما يقولوا وني نروتسو كور سي تي فو ما يديانونسيوش حتى يشوفوا خلاص بلي اوكين شونس في ليكيب دو فرانس ومن بعد يجيو هنا يجيو متكسلين هنا ريفيال لونترينور اي سون ستاف هذه وحده